لقد في لبنان يستفيق الصحفي صباحا ليجري تحقيقا عن إضراب المخابز والأفران، ثم يعرج بعد الظهر ليغطي المؤتمر الصحفي الذي يلغي الإضراب. تزاحم الناس على شراء الخبز بكميات مضاعفة بعدما علقت أفران لبنان هذه الورقة معلنة عن إضراب كان يفترض أن يبدأ عصر الخميس. إضراب يوم الجمعة حتمي ومقرر وما راح اتراجع فيه على الاطلاق على جميع الاراضي اللبنانيه، بتعطيني حقي هلا بوقف الاضراب، ما بتعطيني حقي مستمر بالاضراب. دائما الحل بده يكون على حساب الناس، خلي يكون على حساب الدوله، دوله مجوعه ناسها ومجوعه اهلها، خلين يلتفتوا على الناس اللي ما عاد قادره تاكل خبز. والافران طالبت ان ينظر في وضعها، اذ يشكو اصحابها غلاء المواد الاساسيه وزياده الاجور، وهم يدعون الحكومه الى دعم المواد او تحرير الرغيف. ما يتغير شيء. رغيف حر بصير مثل البطاطا. عم بيع رغيف رغيف؟ لا مش رغيف رغيف، ربطة بس بالسعر اللي بدنا اياه. اوكي. تترك الرغيف حر وتبيع مثل ما بدك. ان شاء الله الصبح بيع الربطة ب 2000 وبعد الظهر بيع ب 5، ما حدا له علينا. وفي جولة على بضعة افران تكررت الورقة والدعوة الى الاضراب. اضراب مفتوح يغيب الرغيف، هذا ما لن يحمله او يحتمله احد. اذا على وزارة الاقتصاد ايجاد حل قبل يوم الجمعة، ولنصلي الا يكون الحل تحرير سعر الربطة، فهذا ما كان ينقص ليتكرس لبنان مزرعة لا دولة. بينما كنا نسجل هذه الكلمات كان نقيب أصحاب الأفران قاضي إبراهيم قد غير رأيه وعقد مع وزير الاقتصاد نقول نحاس مؤتمرا صحفيا، بحيث وعد الوزير بالبت يوم الجمعة علنا وأمام الرأي العام، ووعد بدعم مادة الطحين، ولكنه رأى أجمل الحلول في المصيبة. أنا مع تحرير الرغيف لأنه الوضع يمكن يروح، أو أنا ما بدي أقول أنا ضد الدعم، لأنه الدعم ما دائما بيوصل لنتيجته، الدعم ما دائما بيصيب غايته، شفنا بالمزود ما صاب الغاية. اتفقنا نحن أصحاب الأفان وأنا مع السيد قاضي ومع النقابة أنه هذا الإضراب سوف لن يكون. أنا جيت لهون هلأ لعند معالي الوزير ونزولا عند رغبته أنه في 70,000 في 70,000 دعم ابتداء من 1/4، بيكون طن الطحين ابتداء من 1/4 440,000. مفهوم هذا الحكي؟ خلاص خلاص تعال الموضوع 100%. شو بعد فيه؟ وهكذا اطمأن اللبنانيون إلى الصلح بين النقابة والوزير، ولكن لا جواب بعد يطمئنهم إلى سعر الرغيف الذي إن حرروه كما ينوون يصبح هو أيضا في لائحة الخصخصة اللبنانية. غدي فرانسيس، قناة الجديد.